بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، منذ ما يقارب 5 سنوات طلبت منكم ثقتكم لتسيير البلاد التي كانت آنذاك يرثى لها في كل الميادين بالتقريب، والتزمت أمامكم بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزام وفقت من عند الله عز وجل أني أوفيت بما تعاهدت به في 54 التزام، البعض منها لا زال في الإنجاز. وأنا ذاك بتوفيق من الله وبثقتكم الغالية وصلنا إلى نتائج سمحت لنا بإنقاذ الوطن المفدى. إنقاذ الوطن أولا كان اقتصاد منهار، اقتصاد ريع، اقتصاد بيع وشراء أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير، استيراد قاتل للإنتاج الوطني. تقلص الإنتاج الوطني إلى بالتقريب درجة أدنى درجة ممكن وعوضه الاستيراد. ولما نقول تقلص الإنتاج الوطني معناه ما كانش فيه مناصب شغل، ما كانش فيه أشغال نتاع مؤسسات الإنتاج خاصة وعامة، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير اللي وصل آنذاك إلى ما يقارب 30%. أصبح الاستيراد من أجل الاستيراد. بالنسبة كذلك إعادة اللحمة بين الجزائريين أولا وبين الجزائريين ودولتهم، بين الجزائريين، وانتم تعرفوا أن وصلنا لدرجة نتاع كراهية لبعضنا بعض، غتب، فيديوهات، تشويه عائلات، مس بشرف الناس، يعني كل وسائل مسخرة لانفجار الوحدة الوطنية ولانفجار البلاد، وتصدينا لها بحكمة قوانين جديدة وبردع خلات اليوم المواطنين داركو الأوضاع اللي كانت فيها البلاد، وهما صبحوا اليوم هما بنفسهم يدافعوا على الوحدة وعلى اللحمة الوطنية. كذلك الدولة انهارت ولا واحد بقات له السلطة نتاع الردع بالنسبة للمناكر اللي كانت توقع. شفتوا انتوما بنفسكم في بعض الأحيان شاب ولا غير شاب ولا إنسان يعني مش في حاله الطبيعي يوقف الشرطي يضرب الشرطي ولا يدهسوا بالطوموبيل ولا كذا، يعني حتى رموز دولة صبحت في نقطة الصفر، وهذه داخلة في خلق البلبلة والفوضى في البلاد مثل ما داروها في سوريا، مثل ما داروها في دول أخرين، مثل ما داروها باش تصبح البلاد يعني سهلة المنال للناس اللي كانوا يخططوا لها في الانفجار الداخلي. إذن استرجعنا هيبة الدولة بالحق والقانون وأعطى كل ذي حق حقه وردع كل ما كانوا يظنون أنهم فوق القانون وأنهم باستطاعتهم أن يدوس على الفقير وعلى البسيط وعلى الضعيف. إذن الدولة استرجعت هيبتها في الداخل. أما في الخارج ثم تعرفوا أن الدولة أصبحت مسموعة، كلامها مسموع، دافع على المستضعفين في العالم
وعلى الشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. اليوم كل الناس تشهد الجزائر بأنها هو البلد اللي أكثر نصرة للمستضعفين في العالم. كذلك بدينا في استرجاع الأموال المنهوبة، واللي أنا ذاك تذكر رقم لما كنت وزير أول لفترة قصيرة جدا قبل أن أقال، كان يساوي حوالي 4,500 مليار دينار اللي دفعتها البنوك المستثمرين كقروض، ولم نسترجع منها آنذاك إلا القليل. اليوم بدينا في استرجاع هالقروض واسترجاع الممتلكات التي أنجزت بالقروض المنهوبة. اليوم رانا في 51 وحدة صناعية زائد وحدات في الخارج، منهم أوتيل في إسبانيا، وشاكر للدولة الإسبانية تعاملها معنا اللي سمحت لنا باش نسترجع. كذلك وزارة العدل يعني حرت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة اللي شاكين فيها باللي فيه أموال جزائريين رها في بنوكهم. إنابة هذه مست ما يقارب 755 حساب بنكي، ورانا مازال إجراءات. أنتم تعرفوا أن الإجراءات في الميدان البنكي ثقيلة جدا، ولكن عندنا الأمل وكل أمل باش نسترجع أموال الشعب إن شاء الله. إذن هذه الإجراءات ما بين الإجراءات اللي قمنا بها لاستعادة هيبة الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة واستقامة البلاد. بالنسبة كذلك المرحلة هذه كانت صعبة جدا، لا مفر من قضاء الله وقدره. مع بداية العهدة 4-5 شهور من بعد جاءنا مثل العالم كله جائحة كوفيد اللي جمدت كل النشاط الاقتصادي. أغلقنا مدارس، أغلقنا الثانويات، أغلقنا الجامعة، المؤسسات أغلقناها كذلك الاقتصادية، أغلقنا الملاعب، أغلقنا الحدود الأرضية، وهذا الشيء دام تقريب سنة ونص. ورغم هذا، رغم أن صعوبة الوباء استغلوه بعض النفوس المريضة في البلاد اللي فقدوا الأمل في تخريب البلاد مباشرة، صبحوا يخربوا فيها بصفة غير مباشرة. فيه مستشفيات اللي نغديها نمونها بالأكسجين، لأن الكوفيد كان يجي باختناق، نمونها بالأكسجين نص ساعة من بعد المستشفى يعاود يطلب الأكسجين. تخريب، تعداو على الأطباء، تعداو على الجسديا على الممرضات والممرضين، واضطريت نديرهم تحت حمايتي شخصيا بما سميناهم أنا ذاك الجيش الأبيض. وانتم هذا الشيء عارفين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن العهدة ما كانت سهلة. العهدة رحت منها سنتين بالتقريب، سنتين الأولى مشات في هذه المشاكل، خلق ندرة بالنسبة للمواد الأساسية للمواطن، كان كذلك ضرورة حماية الجزائريات والجزائريين. وهنا كذلك بعض الجيش الأبيض، أشكر الجيش الوطني الشعبي على المعاناة اللي عانوها معنا في جذب مستلزمات العلاج من الصين. كانت تقريب طائرات تجي كل يومين ثلاثة،
والمجهودات اللي نتاع الأطباء نتاعنا اللي وصلنا حتى صنعنا اللقاح لنفوسنا. احنا من دول القلائل اللي صنعنا الفاكسان تاعنا تاع الكوفيد. هذه كلها عطلت، ما كفاهمش، شعلوا النار في البلاد. في 2021 آلاف الحرائق في نفس الوقت، وننحني بإجلال أمام الضحايا تاع الحرائق، مدنيين أو عسكريين، لأن فقدنا فيها ما يقارب كذلك 80 جندي اللي كانوا يساعدوا في إطفاء النار إلى آخره. كلها بفعل فاعل، لأن كان تقرر شهرين قبل ولا في دولة من الدول معروفة بالعداء نتاعها لينا أن الجزائر في الصيف هذا ستحترق، واحترقت حقيقة، ولكن ما سمحناش في المواطنين تاعنا اللي يطلب العلاج الخارج، بعثناه الخارج، اللي عوضنا لهم في ظرف 20 يوم، شهر أقصاها شهر، عوضنا للناس كلهم الممتلكات تاعهم اللي ضاعت والمواشي مانيش نمن على الناس اللي عوضنا لهم، ولكن كما قلت هذه نذكر فقط، نذكر يعني سنتين أولتين كيفاش عشناها. يصعب في ظروف مثل هذه باش تتطرق الملفات الكبرى ولا الأخير. إذن وصلنا الحمد لله، وصلنا ما رغم هذا لاستعادة القوة المالية للبلاد، وكل الناس كانت آنذاك متيقنة أن الجزائر ستذهب إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة، والاستدانة معناها أن الجزائر باش تتخلى على فلسطين، وباش تتخلى على الصحراء الغربية، وتتخلى على نصرة الضعيف، لأن المستدان ما عندوش حق في الكلام. وجدنا الخزينة تاع الدولة في أدنى حد، ونذكر أن آنذاك كنا وصلنا إلى 60 مليار دولار استيراد سنويا، وما كان عندنا إلا 47 مليار، يعني باش نمشوا بها سنة 2020. وكل الناس كانت تتكهننا خلال سنة 2020 أقصاها بداية 21 نمشوا، ما مشيناش، ودخلنا في سياسة نقدية ذاتية اللي خلات البلاد تسترجع الصحة نتاعها من ناحية العملة الصعبة، والحمد لله عوض ما تقلص زادت بدون ما نخلي المواطن يشعر بأي نقص في أي مادة من المواد. هذه بصفة عامة العهدة اللي كلفتوني بها، وكان لي الشرف أنني نلت ثقة نتاعكم لتسيير هذه العهدة على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى هيبة الدولة، وعلى مستوى استقامة الدولة. اليوم باقي لي إلا، وربما هذه الشطر الثاني من تدخل تاعي يكون في مداخلات أخرى إن شاء الله، مواصلة كل ما قمنا به من ناحية في الناحية الاقتصادية والمالية، من ناحية الشباب، من ناحية الأمور الاجتماعية، نواصل في بناء السكنات، نلتزم بها أن ما نوقفش، ملايين سكنات ستبنى إن شاء الله، ريفية وحضرية بمختلف أصنافها، حتى يستفاد الشباب تاعنا من السكن. نشوف كذلك بالنسبة محاربة الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها محاربة الرشوة والفساد، نواصلوا على نفس المنوال، نصلح أحسن الحماية تاع المستضعفين، بالأخص ذوي الحاجات الخاصة، المرضى، مرضى السرطان، هذه كلها تكون على عاتق الدولة إن شاء الله، وتقوم بسياسة اللي تسمح لنا باش يعني نتكفل أحسن تكفل بهذه الأصناف
تاع المواطنين اللي هما مواطنين مستضعفين، نزيد نواصل رفع القدرة الشرائية بالأخص بالنسبة للأجور المنقوش البسيطة، ولكن اللي هي في أدنى سلم الأجور، نزيد نقص من ضرائب الأجور هذه، نزيد نرفع في الأجور من حتى لسنة 2027 إلى نلت الثقة نتاعكم، نزيد نواصله حتى نصبح 47% نتاع اليوم، نوصل في 27 إلى 100% زيادة في الأجور إن شاء الله. بالنسبة للمنح التقاعد نفس الشيء، إذن نعاود نراجع كل ما هو في صالح المواطن فيما يخص تقوية قدرة الشرائية نتاعو. بالطبع يعني نحارب التضخم مثل ما نحاربه فيه اليوم، والتضخم اليوم الحمد لله نزل من 11%، اليوم رانا ندور حول 6%، ونزيد نقلص من التضخم. لما نقلص من التضخم معناه راني نزيد في القدرة الشرائية، نزيد نرفع من القيمة تاع العملة الوطنية إن شاء الله، راها تدريجيا ترفع حتى نوصل حدود معقولة نتاع قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملة الأجنبية. نراجع قانون البلديات، ونراجع قانون الولايات، نراجع الصلاحيات نتاع المنتخبين حتى نصبح في ديمقراطية حقة على مستوى البلديات، نسمح للمواطن باش يعبر ليه بنفسه لنفسه يعني بصفة ديمقراطية. نراجع كذلك قانون الولاية مثل ما قلت، نعاود نراجع إعادة التقسيم الإداري. اليوم تشوفوا فيه بعض ولايات اللي هي قارة، وبعض ولايات أخرى اللي صغيرة جدا، والإمكانيات المالية تاعهم تختلف. كل هالشي نعاودوا نراجعوه إن شاء الله في الفترة هذه، حتى نركز حتى نثبت نهائيا بدون رجعة. الجزائر قوية إن شاء الله، الجزائر منظمة، الجزائر اللي يستفادوا منها ومن خيراتها أبنائها وبناتها، الجزائر التي تنتصر إن شاء الله. هذه بخلاصة وبعجالة للمشاريع المقبلة إن شاء الله. نطلب التوفيق من الله عز وجل، ومرة أخرى شاكر لكم الثقة اللي نلتها من عندكم حتى مارست العهدة الأولى، طامع في ثقتكم مرة ثانية، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.